ايش قد ضال بجيبك؟ ايش قد دقمه؟ هاي غير 750 هاي يسمع الحسكم غير هذا اللي بس 3 4 اي هاي بس هذا اللي هاي مليكتي كذا من الفيل مال الحش اي هاي هاي من اليوم ما شغلت اول امس اي هاي من اذن بابي تعبناك ابو سعد يومين تعبكم راح ان شاء الله الله يسلمك عمي شو اليوم وين جايبنا اليوم؟ والله جايبكم منطقه تعبانه وشخص تعبان وهل شوف هاي اي والله بعيد وضعيه تعبانه وين هو؟ هذا الاخ باسم باسم؟ السلام عليكم باسم شلون صحتك؟ شو اخبارك؟ قواك الله جاي تسوي؟ والله ها الله يساعدك ان شاء الله نقدر ناخذ لقاء وياك؟ تفضل الله يسلمك يلا شباب قواك الله باسم قواك الله سلام ابو من انت؟ ابو احمد والنعم منك ابو احمد شلون الوقت وياك ابو احمد؟ والله الوقت تشوف الظروف تعبانه والعيشه صعبه وهاي ظروفنا وهاي منطقتنا يعني هاي المنطقه كلها تعبانه الله يسلمك اي والله كلها تعبانه يعني شوف تنكر ماي ما يوصل يعني يطيح عندك مريض ما تقدر توصل للشارع وهاي الرطوبه والماء وشوف هاي الوضعيه هسه السياره ما تطب الشارع ما تطب بس البايسكل والبايسكل معاكس وياك اي وهلو بيطيح عندك مريض تحتار شلون توصل للشارع لا خدمات وشوف الوضعيه يعني طين وهاي وضعيتنا وهاي الرطوبه ما اكلت وهاي بيوتنا تدخل علينا تشينكو السقف كله تعبان شوف الرطوبه واصله للسقف اي بعد هاي شو اسوي هاي امر الله امر زين بالمطر ما لنا عيشه هنا استاذ بالمطر ابد ما لنا عيشه هنا منطقه كلها تعبانه هاي يعني حيل تقول تعبانه شو اشتغل باسكت؟ والله بهاي الباسكل احشن قصب ابيع للناس اللي عندهم حيوان حشل السامي هاي باليوم 2003 وهاي هاي عيشتنا اي هاي يوميه 2000 اي هاي 2003 على الباسكل يوميه اي هاي وين تودي هاي بس مصرف علاقه زين زوجتك تريد من عندك اطفالك تريد من عندك شو تسوي بعد المره طلقت وظروف بهاي الظروف التعبانه طلقت المره؟ اي طلقت الوضعيه تعبانه كلش هي ال 2000 شو تسوي ال 2000 شو تسوي بعد وضعنا احنا تعبانه بالعمي شغل ماكو زين انت لا عماله لا بلديه شغل اليوم ماكو اليوم مشتغل يوم ولا هاليوم لا والله ما مشتغل لا ايش قد ضال بجيبك ايش قد هاي غير 750 هاي يسمع الحسكم غير هذا اللي بس 3 4 اي هاي بس هذا اللي هاي مليكتي كذا من الفيل مال الحش اي هاي هاي من اليوم ما شغلت اول امس اي هاي من اذن بابي شوف وكل سوبين ذن شو السوبين بعد هاي الفقير الى الفقير الى الله طب للسوق اي لك مسؤول ما يسوون شيء هاي خضره هاي خضرة خبز ب 500 وصمون ب 500 من مخبز وبكره راح هاي اكو غيرها؟ اي خبزات طماطيات كيلو طماطم ب 500 هاي احنا وضعنا كله تعبانه بالعمي والحمد لله والشكر الف الحمد لله ثلاث ارباع اي شو صار للباسكل وياك هذا؟ صار لي عندي تقريبا بال 15 سنه 15 سنه اي صبر وياك؟ اي صبر عزه اي والله ازيد من الاخو اخو هذا صدق اخو شلون اي بعد هو انا ايش تعليه قلت لك احش قصب وابيع الناس وهاي ايش تعليه على كل حال احنا اليوم ابو احمد جاي نساعدك الله يرحم والديك يا عمي انت راتب ما عندك لا والله اي راتب ماكو حتى راتب رعايه ماكو ماكو كل شيء ماكو قدمت له لا قدمت قدميته عده مرات وما طلع عدة مرات يعني سويت معاملات وماكو الله يساعدك احنا اليوم جايبين لك راتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برنامج معاش يا اهلا وسهلا الله يرحم والديكم والعمي هذا المعاش بالكساء لك شوي الله يرحم والدي عليكم السلام السلام ورحمة الله الله يرحم والديك يا اهلا وسهلا جدد البايسكل بلك لو تتزوج والله بعد وحدة بعد تزوج لو شو تقول انت؟ ها؟ انت شو تقول؟ لا تزوج على حكايتك هذا زين على حكايتك يلا نجيب عرسك رحم الله والديك ان شاء الله اعطيني رغمك اعزمك هات قص اعزمكم كلكم نعم منك ابو احمد طيب معلوماتك اعطيها الاستاذ علي على مود يصير لك معاش يصير لك راتب ان شاء الله يساعدك ويعينك على العيشه هاي ان شاء الله تسلم